صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة اشراقي صباحك يا صباح الأمل. النهاردة بعد حبسة من شهر فبراير 20، النهاردة 3 يوليو، 5 شهور وحدة وزهق وإحباط وتخن وزيادة في الوزن، وما بروحش غير الدوام فقط باليونيفورم. بقالي كتير ما لبستش هدومي والشوز بتاعتي، هجهز نفسي وهنخرج النهاردة. يا رب فيديو النهاردة يكون خفيف عليكم، ويلا نجهز للخروجة بعد الحجر المنزلي، يلا بينا. فحضرت الفطار بتاعي، لبنة، سلطة، طماطم وخيار، واتنين توست، والنسكافيه. طبعا انتوا عارفين ان انا في دايت، وان شاء الله هنزل لكم يومياتي مع الدايت. لو حابين اكتبوا لي في الكومنت. يلا هفطر وبعدين نجهز عشان ننزل. هقول لكم بس ان ده بودي، البودي ده كات من منتجات موري ستايل. انا هقلق، انا طبعا هلبس اصلا البندانة الصفرة دي، لكن علشان اوريكم بس البودي، بصوا هو فيه كده اهو، شايفين هو بودي برقبة اهو، عشان هسجل فعايز اغطي رقبتي كلها، تمام، واغطي ودني. ودي البندانة المفروض اللي هنزل بيها، واخدين بالكم؟ يعني دي البندانة المفروض عشان ما وسخهاش وهحط مكياج، فقلت ايه اوريكم البادي. بصوا البادي رقبته اهي، طبعا القطن بتاعه تحفه جدا، دي من منتجاتي طبعا، هتلاقوها في مصر وموجوده، وهتلاقوا تحت الفيديو على طول في الديسكريبشن كده هتلاقوا الانستجرام والفيسبوك، تقدري تروحي على طول تطلبي اوردر يوصلك لحد البيت، لاي مكان ولاي محافظه ولاي دوله. بصوا دي البندانة اهي، اهي لازقه في البادي، يعني كده. بصوا احنا في الصيف عايزه تلبسي تربون وفي نفس الوقت تحبي تغطي رقبتك، بصوا رقبتي كده متغطيه وداني كلها متغطيه اهي، وفيها من ورا الرقبه البندانه، من هنا تقدري تقفليها كويس او توسعيها حسب راسك بدبوس. يلا نجهز بالمكياج عشان نروح. مكياجنا هيكون خفيف، لو ما شفتيش مكياج الكورونا في الخروج بالنهار، واحنا خارجين دلوقتي بالنهار هتلاقوه هنا دلوقتي فوق الفيديو، دوسي عليه وروحي شوفي اقتراحاتي. يلا عشان نخلص. كده جهزنا للنزول في زمن الكورونا. وعلى فكرة التريننج ده جديد، وخسيت 4 كيلو في حوالي 13 يوم، بس زي ما انتم شايفين نزلت شوية، لكن لسه هنزل ان شاء الله كمان. طبعا انا حبيت انزل بتريننج جديد لاني ما لبستش جديد في العيد، ما حسيتش باي حاجة جديدة في العيد، فالنهاردة بالنسبة لي اول يوم العيد. قولوا لي ايه رأيكم في لون التريننج، وكان الميك اب كمان عجبكم؟ هو طبعا ميك اب مش باين منه اي حاجه، يا رب يكون الاوتفيت عجبكم وواضح. احبكم قوي، يلا بينا على الانطلاق
لأول مرة بعد 5 شهور. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت بداوم وقت الكورونا، ما قعدتش خالص في البيت، يعني كنتش بقعد في البيت خالص. واحنا كتمريض او اطباء لينا الصلاحيه ان احنا نخرج في اي وقت، ما عندناش حظر والقصه دي كلها، فاهمه؟ ما كناش يعني محدودين، لكن ما كناش طبعا بنخرج بنروح اي مكان. الحاجه الثانيه، انا ليا يونيفورم في الشغل، يعني انا ما ينفعش اروح غير بيونيفورم. اليونيفورم ده لون واحد، طرحه لون واحد، فبغير مثلا عندي 3 أو 4 يونيفورمات، كل يوم بغير واحد. فانتوا متخيلين ان انا ما كنتش بلبس الوان، يعني عندي هدوم جديده، عبايات، ترنجات، شوز، شنط، ما مش قادره استمتع بيهم. فالنهارده اللي هو ايه ده، انا هلبس الوان؟ ايه ده، انا هلبس طرحه سودا مثلا؟ فاللي هو لا، مش مصدقه نفسي. يا رب اليوم يكون حلو ويكون الافينيو مش زحمه. انا خايفه طبعا، مش هنكر، خايفه من الزحمه، خايفه من الكورونا، خايفه ان انا اتعامل بطريقه غلط فانقل لاولادي الكورونا. طبعا هو مجازفه وهو مش ضروريه ان انا انزل خالص، واحنا اتفقنا ان احنا بالضروره بس ننزل، بس بجد محتاجه اغير جو، وانتوا كمان لازم تغيروا جو مع موني. يلا بينا. للأمانة ما تخيلتش هلاقي باركينج بالسرعة دي، معنى كده ان ايه، الناس بتيجي بدري وتمشي وانا جاية متأخر، ولا خلاص هيقفلوا بعد ساعة. لقيت باركينج، هو في زحمة يعني، في عربيات كتير، بس لقيت باركينج بسرعة. يلا انجوي، يلا بينا. Princess, so I try to be alike. When it's only self-defense, you've got grace, he's got style, and together you rhyme. So remember to be true. طبعا انتوا عارفين انا بحب ستاربكس، صح؟ بس مش عارفه، شوفوا زحمه ازاي، مش عارفه الفرع التاني فاتح ولا لا. للامانه انا مخضوضه، مش عارفه ابدا منين واروح فين. كنت عايزه اروح مينيسو، بس انا نسيت مكانه، تخيلوا حقيقي. ف مش عارفه انتوا متلخبطين زيي ولا هتتلخبطوا زي لما تيجوا تنزلوا هتبداوا منين وازاي وفين. دي زارة، ده زارة رجالي فوق والحريمي تحت، زي ما انتم شايفين بيبقى فيه طوابير اهي، شايفه الطابور لحد فين. فالطوابير دي انت وحظك، عايزه بقى تيجي بدري، تحاولي تيجي بدري، لان لو كل محل هتقفي فيه بطابور، واتش اند ام نفس الكلام برضه طوابير، مع انهم عاملين عروض، بس هنا اتش اند ام مش مليان قوي. زحمه؟ مش زحمه، لا زحمه. بصوا مين يسوق، شايفين الزحمه؟ بس يستاهل ده، لاني ممكن اشتري منه حاجات، فهقف الطابور وانتظر. من زمان ما جبتش حاجه فيها حاجه للبيت، عطر يكون جنبي على المكتب، هاخدها دي للشغل. لافندر دي بتبقى اويل كده، بنحط عليها الخشب ده، فهاخدها وهوريكم طبعا المشتريات. اكيد اكيد عايزه ادلع نفسي بقى في الدايت، عايزه اجيب حاجه احط فيها الليمون، العصير كده، بس حسيت ان دول كلهم بتوع اطفال، مش عارفه ليه. وهنا دي برضو بلاستيك بتاعت اطفال قوي. دي بتهيألي البرطمانات دي كويسة، صغيرة بس حلوة، دي ممكن اخد منها، ممكن اخد منها 2 مثلا. بصوا انا لقيت فيشن مساج، لقيت دي وهي دي ولقيت دي، مش عارفة ليه حاسة الاوقع الصغيرة، حاسة ان دي كبيرة. لو حد استعمل الفيشن مساج دي يقول لي ويبلغني، وانا هاخد الصغيره. بالامانه حاسه ان الصغيره اوقع للفيشيال يعني، ونفس السعر على فكره، فهاخد دي هجربها واديكم برضو ريفيو عنها.
وعملنا شوبينج من مينيسو. يلا بقى حان وقت القهوة، ولقيت ستاربكس الفرع ده اللي فوق فاضي. يلا بينا. واخيرا ستاربكس في ايدي، مش مصدقه فريش. قلبي. كالعاده انتوا عارفيني بحب ريفا جدا، بحب الدريسز بتاعتها والاذواق بتاعتها. هو فاضي، تعال نشوف نتفرج. اللون الابيض صيف بقى وجمال الصيف. بصوا دخلت لقيت المفارش دي، في منها بسبعة، في منها بتلاتة بنار، في اشكال حلوة على اتنين كمان. تعالوا لكم بصوا اخترت ايه. خدت السيمون ده للسفرة او للترابيزة في النص، مش هيخسر خالص، كان بتسعة بنار، ينفع للعيد، ينفع لأي مناسبة. ده كمان باتنين دينار، خدتهم الاتنين. But first... Be a woman. من اكتر الحاجات اللي بعشقها في سنتر بوينت هي الكيس دي، الكيس المعطرة. عادة بيكون سعر الكيس دينار و300. بصوا اهو الكيس دي بتحطيها في الدولاب مع شرابات، مع الطرح، في الدراج بتاعتك المقفولة. بجد بتدي ريحة فظيعة جدا، هي والكيس دي تتعلق على الشماعات. لقيتهم عاملين عروض عليها نازلة بربع دينار. طبعا انا بختار الحاجات السترونج. عندك التفاح، عندك الفراولة، في كمان الشيري او العنب او الفانيليا اللي بتحب الفانيليا، بس انا مش بحب الفانيليا للاسف. في اناناس، معرفش الاناناس هيبقى ريحته حلوة. حلو والله الاناناس، مش وحش بس حامض شوية، انا بحب المسكر، فدي اكتر حاجات بحبها جبت منها. طبعا خلاص فاضل نص ساعة وهمشي، فقلت اجيب للولاد حاجة حلوة من تشيز فاكتوري، اكيد كلكم تعرفوه. ثانك يو. طبعا هي القطعة اصلا بتبقى يعني تقيلة جدا او كبيرة قوي. جبت تشيز كيك كراميل، وجبت اللي هي بالفانيلا شوكليت، وجبت كمان فالفيت. يس الساعة دلوقتي 6 إلا 5، هما أصلا بيقفلوا الساعة 6، يعني من 6 لتلت بدأوا يزيعوا في المول، إن الناس تتجه إلى الأبواب. المحلات كلها بدأت تقفل، ما بيدخلوش خلاص حد. نظام حلو بس بدري، الساعة 6 بدري قوي، وخصوصا أنا كنت نازلة الساعة 1:30 من البيت قبل ما طبعا بتدخلي وتركيني. فطبعا أول نصيحة من الفلوج ان انت لو حابه تنزلي تشتري انزلي بدري، ما تعمليش دايب. وبكده يكون الفيديو النهارده والفلوج النهارده اخدتكم من الصبح لحد ما مروحه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبك، بحبكم قوي، وما تنسيش تعملي لايك وكمان شير لكل اصحاب. روحي على الانستجرام، الانستجرام بتاعي هيظهر لك هنا او هنا، واعملي كمان هناك فولو. بحبكم قوي واشوفكم في فيديوهات اخرى.